الأستاذ سائد جاسر عيسى مدرس جغرافيا ذكور إمتين الثانوية. طبعا المؤتمر هذا مؤتمر هام جدا 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 بالنسبة فيما يتعلق بالتنوع الحيوي في فلسطين، وكفلسطين ومشاركتها في هذا المؤتمر طبعا برضو خطوة إيجابية جدا 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 إنه اسم فلسطين يبرز ما بين هذه الدول 27 المشاركة. طبعا إحنا كفلسطينيين بما إننا كفلسطين وإننا وضع خاص راضخين تحت الاحتلال، والاحتلال هو مسيطر على جميع هذا اللي هو الموارد البيئية الموجودة لنا، فخطوة إيجابية إنه فلسطين تشارك في هذا المؤتمر.